السلام عليكم، بنرحب فيكم اليوم في المساق الرينيوبل انرجي. واليوم حنتكلم على التشابتر الاولاني او الوحده الاولى اللي هي بنتكلم على الانرجي يوز. في الانرجي يوز حنعرف ايش الانرجي، discuss the nature of energy form، express energy in different units, explain energy carrier, distinguish between energy and power. وبعدين حنعمل في الاخر ثلاث شغلات اللي هي computing energy use in transportation, building and industry. لما نيجي نطلع، لما المية تنزل من ارتفاعات عالية على للأودية، خلينا نقول من الجبال للأودية أو من سطح مباني إلى الأرض، هذه في عندنا إنرجي كانت موجودة في هذه المية. المية اللي كانت عندنا بوتنشال إنرجي بتتحول لكيناتيك إنرجي لما تنزل فيها. لهذا السبب بنشوف في قوة في هذه حركة المية. بنفس الشيء لما الفحم الموجود عندنا في في الارض، في باطن الارض، لما نحرقه او نستخدمه بيطلع، بنقدر نحصل على انرجي. للهليوكوبتر لما تطير وتضلها في الهواء فوق بتحتاج لانرجي كميات كبيرة. What do you do when you need energy؟ احنا كبشر ايش بنعمل لما نحتاج طاقة؟ بنروح ناكل، مظبوط. وهذه لأن الطاقة الموجودة في الأكل هي اللي بيستهلكها جسمنا، بتتحول من نموذج لآخر أو من نموذج من الطاقة إلى نموذج ثاني، أو بالإنجليزي لما نقول from one form to the another، فهي اللي بتمدنا بالطاقة، سواء اللي بدنا إياها للطاقة الحركية أو للحرارة لندفي أجسامنا أو غيره. طيب، هل الأكل اللي بناكله، does the food that we eat have the same energy that is found in the coal mine or embodied by a waterfall؟ يعني هل الطاقة الموجودة عندنا اللي احنا بناكلها بناخدها من الأكل هي نفسها الموجودة في الفحم، هي نفسها اللي بنحصل عليها أو مخزنة في شلالات المية؟ هذا زي ما حكيت قبل شوية، احنا بنتكلم على different form of energy. Mechanical energy may be described as the ability of a system to do work. This is mechanical energy، الطاقة الميكانيكية، قدرة الجسم على يشتغل. The unit of energy للميكانيكال بنسميها الجول، is also related to mechanical energy. A cup of water has a mass of about 100 gram. لو جينا ل فنجان مية حطينا فيه 100 جرام اللي هي تقريبا 0.1، اللي هي يعني لو حولناها لكيلو تساوي 0.1 كيلو جرام. This cup experience a gravitational force equal to its mass times the gravity constant of approximately 10 meter per second second square. الآن لو جينا طلعنا على أخذنا يعني فنجان مية حطينا فيه تقريبا 0.1 كيلو جرام، وجينا هذا هاي بنلاحظ في حاجة وحطيناه على طاولة أو على كرسي أو على سكامبلة، بنلاحظ هذا في قوة جاذبية له. إيش قوة الجاذبية؟ الجاذبية بنعرف 9.81 متر بير سكند سكوير، وهذه يعني تقريبا بتساوي 10. لو قلنا هذه القوة الموجودة، هذه القوة الجاذبية اللي هي ناتجة عن الوزن الموجود عندنا هاد، هي بتبقى 1 نيوتن، اللي هي 10 ضرب 0.1 بيعطينا ايش؟ 1 نيوتن. الآن هذا لو بدي ارفعها مسافة 1 متر، معناته بدي طاقة بتساوي 1 جول الموجودة عندي. اوكي، اللي هي الجول، يعني وحدة الجول ايش بتساوي؟ نيوتن متر. 1 joule is defined as the amount of energy required to move an object by a distance of 1 meter against a force of 1 newton.
mathematically 1 joule is equal 1 newton meter of energy. هاي الوحدات عشان تفهموا كيف ايش بنحكي فيها وكيف كيف بنربط القوة بالطاقة بشكل عام. الآن كهيومن يونت في وحدات أخرى ممكن نعرفها، يعني احنا عرفنا للميكانيكا الجول وقلنا الوان جول هو الطاقة المحتاجينها خلينا نقول نرفع 0.1 كيلوغرام اوف الكتلة سواء مية أو غيرها مسافة متر ضد الجاذبية الأرضية. هذا اللي بنحكي فيه في هذا المجال. طيب الآن in energy analysis you would normally encounter higher order of magnitude، يعني احنا مش هتكلم على الجول، بنتكلم على الكيلو جول والميجا جول بشكل دائم. 1 كيلوغرام being equal to 1000 جرام اللي بنتكلم عليه. We will now define the human unit. الهيومن يونت الآن بنتكلم على average person require 10.46 ميجا جول of energy in the form of food every day to stay healthy and function normally. يعني لو جينا للإنسان، الإنسان الطبيعي خلينا نقول أو متوسط استهلاك الإنسان الطبيعي من طاقة عشان يقدر يعني يكون يتحرك بسهولة أو يتحرك طبيعي ويكون بصحة، يعني بصحة طبيعية، بده 10.46 ميجا جول كل يوم. وهذه سميناها 10.46 ميجا جول اللي هي 1 هيومن يونت، يعني وحدة طاقة، الوحدة البشرية، وحدة طاقة للإنسان البشري. الآن الديلي يوز اوف انرجي لو جينا طلعنا بدنا نقارنها هذه بحاجات تانية، نيجي نطلع عليها. لو عندي لمبة كهرباء 16 واط وهذه يمكن من الحاجات الموجودة، هذه بتاخذ 1.4 ميجا جول اوف انرجي تو ستي اون فور 24 اورز، يعني هذه بدها 1.4 ميجا جولز ل تشتغل 24 ساعة. هذا قديش بتساوي في وحدات الإنسان؟ بدنا نقسم ال 1.4 على 10.46 بتعطينا تقريبا 0.13 human unit. هذه قارناها بهيك بالهاي، يعني اللمبة بالنسبة للإنسان 0.13. الآن ال total consumption of an average person living in Europe is about 411 ميجا جول a day. الآن لو جينا لإنسان عايش في أوروبا قديش بيستهلك طاقة في اليوم؟ سواء في المواصلات، في الطبخ، في لا مش لا لا لجسمه، لا لكل اشي بيعمله. الآن الإنسان في أوروبا استهلاكه للطاقة أعلى من الإنسان اللي في منطقتنا أو الإنسان اللي في أفريقيا أو الإنسان اللي في جنوب شرق آسيا، فهذا في اختلافات. فلما نيجي نطلع عليها هو المتوسط تبعه 411 ميجا جول بير دي. لو جينا نحسبها هاي قديش كم وحدة؟ تقريبا بتساوي 40 39.3 human units، يعني تقريبا 40 الطاقة اللي بيستهلكها هو بتعيش 40 شخص على وجه الأرض. طبعا هذا بيعتمد على الستاندرد اوف ليفينج، سواء هذا الموجود الكائن موجود في شرق اوروبا، في غرب اوروبا، في مناطق الاسكندنافيه، في المناطق جنوب خلينا نقول شمال المتوسط في اوروبا، فهذا بيختلف من منطقه لاخر، بس هذا اللي بنحكي، يعني تقريبا 40 شخص بكفيهم اكل من الطاقه للاستهلاك اللي بيقوم فيه شخص واحد في أوروبا في اليوم. طيب لو رحنا لسكيل أكبر بنقول الأفريج بوك شوب اللي هي خلينا نقول مكان اللي هي المكتبة اللي بيبيع كتب فيها consumed over 5.5 جيجا جولز of energy per day، يعني بياخد 5.5 جيجا جول هذا لليوم. لو قسمناها بنلاقيها هذا على 500 524 هيومن يونت. لو رحنا لمحطة كهرباء 500 ميجا وات كول فاير باور بلانت، بتلاحظ هذا بتعمل لنا انتاج 43000 ميجا جول
اللي هي يعني 43.2 جيجا جول ديلي، اللي هي بتساوي تقريبا 4.1 مليون هيومن يونتس، يعني هذه بتكفي ل 4.1 مليون شخص في البشرية. الآن احنا لو رحنا هذا بنتكلم، لو رحنا على بلد زي بولندا بنطلع عليها يعني هذا بلد مش كبير، بلد يعني صغير بالنسبة لبلدان العالم، بنلاحظ هذا بتحتاج ل 8000 تيرا جول بير دي، اور يعني التيرا جول اللي بنتكلم عليها 8 بيتا جولز الموجود عندنا. البيتا اللي هي 10 تو ذا 15، التيرا 10 تو ذا 12. الان لما نيجي نطلع عليها، هذه عدد سكان هولندا 17 مليون، الطاقة اللي بيستهلكوها هذه في اليوم بتكفي ل 783 مليون شخص لا يعيشوا، يعني هذا الهيومن يونت تبعتنا بتكفي، الطاقة اللي بتستهلكوها هم بتكفي 783 مليون، يعني تقريبا إذا بدنا نقول سدس العالم بتكفيهم من الطاقة لا يعيشوا. نيجي لحاجة أكبر بكتير. Finally, the daily energy consumption of the entire world is approximated at 1200 بيتا جول أو 1.2 إكسا جول، اللي هي الإكسا جول الإكسا اللي هي 10 to the 18 بتساوي 118 بليون هيومن يونت الموجودة عندنا. وهذا طبعا أرقام إحنا بنعطيكم إياها أرقام كبيرة عشان تطلعوا عليها. الآن ناخذ بريك وبعدها بنرجع إن شاء الله بنتكلم على other forms of energy. يعطيكم العافية.